بيكم في حلقه جديده من برنامجنا على قد الايد، واجرتنا لكلها ان شاء الله على قد ايدينا. النهارده معانا جبنه حلايب، وهنعمل بيها اكله على قد ايدينا جدا جدا ان شاء الله يعني تعجبكم قوي. اكله احنا واخدين عليها اكله عزايم او اكله بقى وقت ما نحب كده نروق على نفسنا نعملها بيها، وهي المكرونه بالبشاميل. معانا حلايب النهارده، وهنستغنى عن اللحمه المفرومه، وهنعمل بيها النهارده المكرونه بطريقه بسيطه وخفيفه جدا، وان شاء الله تعجبكم. معانا كيس مكرونه، كيس مكرونه قلم نص كيلو، خلاص كيلو لبن، هناخد ربع كيلو من جبنه حلايب، هتديني طعم حلو جوه الجبنه جوه البشاميل ودسامه، وطبعا بتزود القيمه الغذائيه للوصفه. معانا زيتون اسود، معلقتين كبار من الدقيق، ناخد معلقه من السمنه، وبيضه وشويه ملح وفلفل علشان الوش، بس اكتر من كده مفيش. وهنعمل بيها صحيحتي صينيه مكرونه مش عايزه اقول لكم، يعني احلى من اللي باللحمه المفرومه، وان شاء الله تعجبكم جدا، جربوها بس معايا ان شاء الله. المكرونه مسلوقه خلاص مفيهاش مشكله. طيب نعمل بشاميل، البشاميل ده هنعمله زي ما اتفقنا بايه؟ معلقتين كبار من الدقيق، انا مش هعمله بشاميل تقيل، وهاخد معلقه سمنه. بس قبل ما اعمل ده انا هاخد اربع كوبايات اللبن في الخلاط، بسم الله الرحمن الرحيم. ولو حابه تعملي نصها لبن ونصها ميه مفيش اي مشكله على فكره. بس انا خايفه بس ما يدلدقش، حرام. مره واحده. ماشي، ادي كده اربع كوبايات لبن يعني حوالي كيلو. بس لو حابه تعملي برضو نص لبن ونص شوربه مفيش مشكله، هتديكي هي النتيجه، بس الشوربه تبقى اتقل شويه من اللبن، بس مفيش اي مشكله خالص. لو تحبي تعملي كوبايتين لبن وكوبايتين شوربه ماشي. ماشي بس ده عشان حرام. هناخد بعد كده جبنه حلايب الفيتا، مش حاده قوي، حلوه، هاخد منها قولي كده ربع كيلو او ازيد شويه، بس هي ربع حلو، تديني قوام بقى وحاجه حلوه قوي للبشاميل بتاعنا. هي دي الربع كيلو، خدها كلها احطها على اللبن في الخلاط عشان ما تعبش نفسك بس بتقلبها. انت ممكن تقلبيها كده هتتقلب معاكي ان هي زي الكريمي. ماشي، هضربها مع اللبن. اتاكد بس ان جبنه حلايب دابت مع كيلو اللبن كله، مفيش اي حاجه، هي ما بتاخدش اصلا حاجه، زي ما بقول لك لو مضرب يدوي هنشتغل بيها عادي جدا. ماشي كده تمام. نيجي بقى نعمل بشاميل، يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللي بجبنه حلايب هناخد معلقه سمنه كبيره، بسم الله الرحمن الرحيم، معلقه سمنه كبيره كده، وهناخد معلقتين دقيق كبار، يبقى معلقه سمنه كبيره ومعلقتين دقيق كبار. طبعا انا كان ممكن اعمل ايه؟ كان ممكن احط الدقيق كمان مع الجبنه حلايب وكيلو اللبن في الخلاط، الطريقه اللي هي السهله البسيطه، بس انا ما حبيتش اضيع منكم يعني ايه كل طعم البشاميل، ما بقاش بعترته لكم، لا هي المكرونه بشاميل زي ما هي، بس هنحمر لها برضو الدقيق، بس احنا حطينا بدال اللحمه المفرومه حطينا الجبنه اللي ان شاء الله هتخليها لكم خفيفه وحلوه جدا. والطرق دي رمضان انا عايزه افكركم بحاجات كتير، وان شاء الله برضو نعملها تاني في رمضان ان شاء الله على خير. خلاص بقى مش عايزين بقى، عايزين نوفر اللحمه والفراخ والحاجات دي كلها، نوفرها شويه، نقضيها قرديحي حبتين ثلاثة يعني.
نستعيد بقى بالجبن بقى بالحاجات دي شويه. معلقتين كبار من الدقيق، انا بس سخنت السمنه. معلقتين كبار دقيق، احمرهم في معلقه السمنه الكبيره. تعرفين يعني رمضان والله جانا يعني برضو الحمد لله في الصيف كده برضو ايه يعني، علشان ما نقدرش ناكل اكلات تقيله نبدا نخف بقى، لا بط ولا وز ولا حمام ولا الكلام ده، لا رمضان عايز حاجات خفافي عشان نطلع منه بنتيجه محترمه، ونقدر بقى ايه ما نتخنش كتير في رمضان والحاجات دي. حتى اليميش والحاجات دي غاليه، فاحنا برضو هنوفر فيها قوي ومش هنستعملها بكميات كبيره، في البسيط كده ان شاء الله يعني، عايزين نطلع منه خفاف خفاف، ما نجيش زي كل سنه احنا طالعين بقى من رمضان واكلين قد كده وزهقانين، لا عادي خالص ان شاء الله على خير يعني، كله في اللذيذ. ادي بس لون كده شويه للايه للدقيق، كده طبعا انا حاطه ربع كيلو من جبنه حلايب كله، فمش هكتر ملح، وعندي زيتون كمان مش هكتر ملح في البشاميل، هحط شويه فلفل اسود صغيرين. ادي كده كيلو اللبن عليه ربع كيلو من جبنه حلايب مضروبين مع بعض في الخلاط، يعني حطيت كيلو اللبن وعليه فضيت كل علبه الربع كيلو اللي هي الجبنه الفيتا مش الاسطنبولي، ورحت ايه ضرباهم في الخلاط حلو قوي مع بعض، وابدا ان انا كانهم بستعملوا كلبن عادي خالص. بسم الله الرحمن الرحيم. ايوه فيتا، انا قلت فيتا ما قلتش لا مش اسطنبولي عشان ما تبقاش حادقه، دي جبنه حلايب الفيتا علشان ما تبقاش حادقه معانا. ونقلب بقى، وبارد طبعا اللبن بارد، ونقلب بقى كده على طول على طول عشان ما يكلكعش معانا. بسم الله الرحمن الرحيم. معلقه السمنه اللي عليها معلقتين الدقيق اللي حمرتهم مع بعض، حطيت عليهم كيلو اللبن اللي ضربه فيه ربع كيلو من الجبنه حلايب اللي هي الفيتا مش الاسطنبولي. ثواني حاضر حاضر، اهو بس نجيب بس سمنه هنا عشان ايه، خلاص انا بس هستنى انه يغلي واجيب هنا سمنه كده في الصينيه. وارش لها بقسماط ناعم عشان برضو ما تلزقش معايا، استفيد بكل حاجه منها. ماشي، احط المكرونه المسلوقه، ده كيس مكرونه مش اي حاجه، وطبعا الاحسن تفضلي تلفي البشاميل كده على طول لغايه ما تغلي معاكي العادي يعني اللي احنا بنعمله على طول. وانزل كيس المكرونه في صينيه واسعه، واخدين بالكم انا حاطه الكيس في صينيه كبيره قد ايه علشان ما تبقاش سميكه، تبقى رفيعه لان هي مش محشيه. وعليها زيتون اسود، تمام كده برضو مش كتير عشان ما يحدقش، بس هو ده يعتبر اللي هيدي طعم للمكرونه معايا مع الجبنه. اهي خلاص كده غليت اهي، اشيلها كده مع النار. بسم الله الرحمن الرحيم. واصبها، واحب احط عليها مثلا بيضه على الوش مع شويه ملح وفلفل. ماشي، عايزه اسيبيها زي ما هي كده خفيفه وحلوه. حاضر حاضر، ادي كده بسم الله الرحمن الرحيم نصب عليها. اوه بسم الله كانش اتكسر كده، ماشي. البيضه بس ممكن ثواني، ثانيه واحده عشان بس نخليها شكلها حلو كده ومحمر كمان.
يبقى نغذيها ببيضه كمان. كله من مصروفك، كله من مصروفك. فكرتني، الله يرحمه ابويا. كله من مصروفك. شويه ملح وفلفل عليها. باللي كله من وقتك. خلصي يعني عشان كله كده كده محسوب عليك. عندنا ضيف لازم نكرمه، عندنا ضيف. مش احنا بنعمل كده؟ يكون عندنا ضيوف بنكرمهم. حلايب عندنا النهارده. ماشي؟ بس كده البيضه كده. ما احكيش كده عليها البيضه حتى الفرشه فيها سمنه فمصلحه يعني. بس وادخلها بقى الفرن، تمام؟ انا بقى هدخلها الفرن كده خلاص، وهطلع في فاصل وحابه اقول لكم انا عملتها تاني ازاي. وفاصل ونواصل. على قد ورجعنا من الفاصل ومعانا ضيف جديد، ضيف سندباد. هنعمل بيه دلوقتي كوسه محشيه. زيت السندباد النهارده هنقلي بيه الكوسه. هوريكم ازاي اللي هنحشيها. ازاي بقى؟ يعني انا دلوقتي عندي كوسه متقوره، هقورها عادي خالص، مش هرمي التقوير بتاعها عشان اوفر. برضو هعمل اكله موفره، فهتقور عادي كده خالص زي ما بعمل محشي الرز، تمام؟ طيب انا بقى هقعد اعمل 2 كيلو كوسه واحشيهم لحمه. مش هياخدوا كتير بس هي لحمه. طيب انا ممكن اعمل ايه عشان اوفر فيها؟ هاخد قلب الكوسه اللي انا قورته وابدا يعني افرمه قوي، وبعدين احطه على اللحمه مع بصل. هيبقى بقى انا ممكن اعمل بربع كيلو لحمه 2 كيلو كوسه. ترمي معاك كتير جدا، واسمها في الاخر محشيه باللحمه، خلاص؟ فعندنا هنا كوسه متقوره، لحمه مفرومه، بصل، قلب الكوسه او كوسه مبشوره لو ايه، لو يعني حسيتي لا عايزه خضار شويه فممكن تبشري معاها كوساي. ثوم، بهارات، عصير طماطم، زيت السندباد. هنعمل بيه ايه؟ اول حاجه هروح اعصج اللحمه دي، خلاص؟ فاحط ايه؟ معلقتين ثلاثه كده زيت السندباد، مش اللحمه سوري، انا هعصج الطماطم. هاخد كده هعملها برده خفيف خالص. صح، بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا عصير الطماطم الطريقه الخفيفه بقى اللي بقول لكم عليها. عليها البصل، عكسنا هنا، عليها البصل المفروم، عليها ثوم، ونسبكهم مع بعض بقى مع شويه بهارات وملح وفلفل. متفقين؟ يبقى كده سبكنا الطماطم عصير طماطم، عليه زيت سندباد الاول، عليه عصير الطماطم، عليه البصل والثوم والملح والفلفل، واسيبهم يتسبكوا مع بعض. تمام كده؟ دي بقى التسبيكه الخفيفه. دخلنا في الصيف بقى والاكل الخفيف هنشتغل فيه زي ما بنعمل في بيتنا، هنعمل في اي حته، هي كده. تمام؟ نيجي بقى اللحمه المفرومه. لو انا مثلا هعمل 2 كيلو من الكوسه بناخد حوالي ربع كيلو او ازيد شويه من اللحمه المفرومه، ما بتاخدش كميه كبيره خالص. وكمان في تقوير الكوسه انا ما بقورهاش قوي، يعني لازم اسيب فيها لحم كده. لازم اسيب فيها، بصي، لحم عشان دي بتاكلي كوسه، ما فضهاش ما فضهاش كلها. الكوسه بالذات من الحاجات اللي بنقورها، يمكن البتنجان بقورها اطلع كل البذر اللي فيها عشان مر، انما لا، الكوسه لا، لازم اسيب فيها. شايفين السور ده؟ لازم اسيبه، اسيب يعني تقويرتين ثلاثه كده من جوه وخلاص، بسيبها بغذائها كده خلاص. نيجي بقى هنا، عندي هنا ادي اللحمه المفرومه، عليها بصلايه مبشوره، وهحط بقى ايه؟ تقوير الكوسه. وملح وفلفل وبهارات. ملح وفلفل وبهارات. اقتصادي اقتصادي يعني، عملت محشي باللحمه المفرومه واللحمه يعني اهو اي كلام.
معانا نبيله، اهلا وسهلا. صباح الخير. يا صباح الفل. ازاي حضرتك يا شيخ؟ ازيك انت عامله ايه؟ منوره الدنيا كلها. ربنا يخليك يا رب. كل حاجاتك جميله وتدبير وجمال وحلاوه وقلب ابيض وكل حاجه. الله يكرمك يا رب، ده من ذوقك. ده كلام قليل، انا نفسي اكتب فيكي يعني صفحه كامله. ربنا يخليك، ده من ذوقك والله. ربنا والله العظيم بحبك اكتر واحده في الدنيا. الله يكرمك، متشكره جدا يا حبيبتي. ربنا يخليكي ويعليكي كمان وكمان. احنا وانت يا رب. شكرا للاكل الجميل اللي بتعمليه، انا داخله بس اسلم عليكي. ربنا يخليكي، متشكره ذوقك جدا، وصباح الفل عليكي. شكرا جدا. اهو بصوا كده الكوسه بقى بتروح مع اللحمه كده، بتحس ان كلها لحمه بس. تمام، هاجي هنا معايا الكوسه اهي. ممكن نعمل الطريقه اللي احنا واخدين عليها، احنا بنرش فيها شويه ملح وفلفل عشان تديني طراوه من جوه، ممكن لا. خلاص اجيب بس طبق عشان احط عليه الكوسه اللي ايه هحشيها. اجيب بقى الكوسه كده، بسم الله الرحمن الرحيم، وابدا احشي. احشيها طبعا كويس لان اللحمه بتكش اصلا، مش زي الرز بقى بنسيب حته فاضيه او ما نضغطش قوي، لا هنا عادي ونملاها عادي كده. تمام، نبدا نضغط عليها قوي، هي ما بتاخدش كتير خالص يعني. ماشي، هنملى كل الكوسه بالشكل ده. وطبعا عارفين في الكوسه دي الواحد بيحب مش الكوسه الرفيعه قوي، يعني في الكوسه المحشيه لحمه ما نجيبهاش الرفنوعه خالص، لا حلوه معقوله. معانا شروق، اهلا وسهلا. ازيك يا طم؟ ازيك يا شروق، عامله ايه؟ تمام الحمد لله. انت عامله ايه حبيبتي؟ الحمد لله. ايه اخبارك؟ تمام الحمد لله. الحمد لله. انا بحبك قوي. ربنا يخليكي يا رب. تسلمي يا حبيبتي. والله اتعلمت منك حاجات كتير، انا لسه متجوزه وما كنتش بعرف اعمل حاجه، بس الحمد لله ما شاء الله عليكي حاجات كتير. طيب تسلم ايديكي يا حبيبتي. طب ليك اي سؤال بقى عايز تعمليه جديد ولا حاجه؟ كان نفسي اعمل الكبده المشويه وانا مش عارفه اعملها ازاي. الكبده المشويه ولا حاجه خالص. حاضر عيني، شكرا ليكي، بس خلي بالك انها بتنشف شويه، بس لو عندك بقى الدبل جريل ما بتنشفش، اللي هو الجريل المتغطي. انت بتتبليها بس كده شويه ملح وفلفل وكمون، وبعدين ايه بتجي بقى الجريل او الدبل جريل اللي هو مقفول ده من ناحيتين، بتشوي عليه. ممكن بس دهني زيت بسيطه قوي عليها عشان ما تنشفش قوي الكبده، ان الكبده من انواع اللي بتحتاج سائل شويه. ماشي خلاص كده. انا بقى طبعا احشي كل الكميه بالطريقه دي باللحمه اللي انا خلطتها مع البصل والملح والفلفل وقلب الكوسه اللي انا شلته. طبعا مش باخده كله عشان ما تبقاش طريه معاكي قوي، بتاخدي الحاجه المناسبه. تمام كده. نيجي بقى هنا طاسه واجيب زيت السندباد، ناخد منه ايه حبه كده مش كتير قوي، تسخن وهنزل فيها الكوسه بقى اللي انا ايه حشيتها. تمام، اشيل بس كل الكلام ده من هنا بقى. هي بص اللحمه زي ما هي، انا عشان كام واحده واللحمه زي ما هي، هتلاقيها ما بتاخدش معاكي حاجه خالص. يعني الواحد ممكن في رمضان بقى يعمل بقى محاشي وحاجات بقى، ونحشي بطاطس ونحشي كوسه ونعمل كل الكلمات ده، ونعمل بقى طبق قد كده، في الاخر ما تلاقيش نفسك مكلفه نص كيلو لحمه. نقلي الكوسة، ماشي. كان في كوسة اللي قليينها فين؟ اللي حاشيينها. نعمل بقى طبعا الكميه اللي احنا عايزينها. بتعملي نص كيلو، 2 كيلو لو انت عندك عزومه، خلاك ما تعمليش كتير يعني، انت لو العيله بس هو كيلو حلو قوي، ومعاه رز بالشعريه هايل، اكله هايله.
ثواني، عندنا ضيوف، عندنا ضيوف. عندنا ضيوف. نستحمل عندنا ضيوف لازم نكرمهم. ماشي، فاحنا عندنا ضيوف برضه. مش عندنا ضيوف، مش هاكلكوا حاجه اصلا، نطلع من السيجمنت على طول. نديها لون شويه كده صغيرين. وهنا الايه، عايز ايه؟ عايز نعناع عليها؟ حاضر عينيا. حاضر حاضر، خلاص اهو. انا الطماطم اهي يعني خلاص مش مستبكه قوي قوي، ودي خلاص بتاخد لونها اهي. طلع بس اللي هو ده لون شويه، تمام، لون يبقى محمر كده شكله حلو كده. تمام، بس وهنحط عليها الطماطم اللي سبكناها بزيت السندباد وبصل وتوم ني في ني كده على طول. حاضر. خاطر ريهام، حاضر. عيب كده قدام الضيوف كده. يلا هنحط الطماطم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللي ما سبكتهاش قوي انا، بس خليت لي كام غلوه كده علشان اخلي لها صوص في الاخر مع الكوسه. خلاص بس كده هدخلها الفرن بقى تتشرب مع بعضها. وهطلع دلوقتي فاصل وهنرجع بعد فاصل نكمل وصفاتنا، وفاصل ونواصل. على قد الايد. ورجعنا من الفاصل ومعناش ضيوف. فهنعمل براحتنا ونخلص براحتنا بقى، عارفين البيت الحاجات البيت دي يعني براحتنا. بس طلعنا بقى المكرونه اللي عملناها بجبنه حلايب. بصوا شكلها، عايزه اقول لكم المتقطع كله لهم ريحه فظيعه جدا، وشكلها بصوا حلو قوي. وبعدين ايه، خفيفه، اللي هياكل حته قد كده من المكرونه العاديه، من دي هياكل حته قد كده، ياكل الصينيه كلها. فهي ريحتها ما شاء الله حلوه قوي قوي، فجربوها مش تندموا ان شاء الله يعني. إيه على تكون بردت، لو بردت على اخر الحلقه اقطع لكم منها ان شاء الله. إيه بس شكلها جميل صراحه. طيب دلوقتي نعمل مع بعض عيش طري. عيش طري ده واخد منه كده، منه على فطير، منه على عيش، حاجه كده. فده بيتعجن بايه؟ عندي دقيق مثلا كوبايتين من الدقيق، هعجنها بزبادي ومعلقتين سمنه ورشه سكر ورشه ملح، مفيش لا خميره ولا في بيكنج باودر ولا اي حاجه ثانيه. هو دقيق، زبادي، سمن، رشه من السكر ورشه من الملح، اكتر من كده مفيش حاجه. زي عشان كده بقول لك هتدي على عيشه وعلى فطير الاثنين مع بعض. فبسم الله الرحمن الرحيم، ادي كوبايتين الدقيق، رشه السكر ورشة الملح. طبعا تعجنيها بايديكي عادي خالص يعني. معانا ندى، اهلا وسهلا. الو، ازيك يا ندى؟ ازيك؟ ازي حضرتك؟ الحمد لله. ازيك انت، عامله ايه؟ انا بحبك قوي على فكره. ربنا يخليك يا حبيبتي. انت عندك كام سنه يا ندى؟ انا عندي 12 سنه. في سنه كام؟ ثالثه اعدادي ولا ثانيه؟ لا في سنه سته. سته؟ اه ما شاء الله. طب ايه اخبارك في المطبخ؟ يعني بحب كده اساعد ماما. شاطره، برافو عليكي. تاخدي الاجازه بقى وتساعديها بجد بقى. ماشي؟ ايوه طبعا. ايوه ماشي. جميل، قولي. انا ما عنديش اي سؤال، بس انا بس حبيت اطمن عليكي واسلم عليكي. ما شاء الله عليكي، ربنا يخليكي، متشكره جدا ليكي يا حبيبتي. شكرا، صباح الفل عليكي. نعجن بقى بالايه، بالزبادي عشان يطلع معانا عيش طري. يعني تاخد لها علبه زبادي وشويه، مش كتير قوي يعني ولا حاجه. هي كوبايتين دقيق طبعا حسب ما انت عايز تعملي، ومعلقتين سمنه كبار، وهنعجن بالزبادي. حط زبادي شويه شويه يعني، حطي جنبك علبتين كده وابداي ايه، حطي شويه شويه عشان يديكي حاجه حلوه قوي ان شاء الله.
ترجعي كده ناعمه وجميله كده وما فيهاش لا خميره ولا بيكنج باودر ولا حاجه، هي كده بس. معانا ساميه، اهلا وسهلا. فل. صباح الفل عليك، ازيك؟ ازيك يا جميل، يا منور الدنيا والشاشه. الله يكرمك يا رب، ده من ذوقك انت اللي منوره. الو. ايوه معاكي، اتفضلي. ايوه. بقول لك يا شيف نجلاء، من فضلك انا ممكن ما اقليش الكوسه؟ يعني ممكن بعد ما احشيها ما اقلهاش ولا ممكن ممكن. طب الآلية دي بتديها ايه؟ لا بتديكي بقى حاجة يعني كده ايه، ماسكة نفسها مش زي المسلوقة، يعني لو انت عملتيها من غير ما تقليها هتبقى شبه المسلوقة شوية وممكن تفك منك. يعني ممكن تلاقيها شققت. الآلية زي بنقل البطاطس بالظبط، لما نيجي نحشيها بتخليها عاملة قشرة وماسكة نفسها. انما عايز تعمليها من غير آلية زي بعض. ماشي؟ شكرا ليكي. بص بقى العجينة دي بنسيبها تستريح، بس ممكن نعملها كور يعني كده ونسيبها تستريح. نسيبها تستريح قد نص ساعة مثلا، مش كتير يعني. أنا مش عايزاها تخمر ولا فيها أي حاجة، بس تستريح عشان تتفرد معايا بسهولة. أسخن الطاسة، مش هستخدم أي حاجة في الطاسة كمان برضو، ولا زيت ولا حاجة، على الطاسة السخنة بس. ده من اكلات العيش الحلوه السهله جدا، يعني ايه ممكن اروح عامله غدوه جبنه اي حاجه بسيطه خالص وناكل معاها العيش الحلو ده. معانا احلام. الو، ازيك يا مدام نجلاء؟ زي حضرتك. ازيك يا حبيبتي؟ الله يخليكي، الحمد لله. ازيك انت عامله ايه؟ تسلم ايدك، تسلم ايدك. الله يكرمك يا رب. حبيبتي العيش اللي انا عايزاه هو. ايوه. اللي كنت عايزاه كمان كان باللبن الرايب او اللبن العادي ممكن، يعني نفس الموضوع دوت، بس ممكن تعمليه بلبن رايب وممكن تعمليه باللبن العادي. ماشي. ممكن طبعا زي ما احنا عملنا كده برضو. شكرا ليك يا مدام احلام. وانا كمان يعني ما عندناش ضيوف تستغلني، انا بس عايزه حبه دقيق صغننين عشان افرد عليهم، عشان هو عيش طري جدا او زي الفطير زي ما بقول لك كده. طب حاضر حاضر. ماشي كده افرده فرده حلوه، مش يعني لا رفيع قوي ولا سميك قوي كده، بس خلي بالك ان هو تبقى طري خالص. زي ما ده احلام ما هي عايزه. ماشي كده. بس حلو قوي كده. ماشي. يديكي برضو قوام سنه صغننه. واجي بقى على الطاسه السخنه وما احطش فيها اي حاجه واقلبها على الناحيتين زي بعمل العيش العادي. خلاص. طب انا هطلع فاصل وهقعد بقى اسوي دول، وعلى ما ترجعوا لي لسه بكمل فيه. وفاصل ونواصل. على ورجعنا من فاصل. انا لسه زي ما قلت لكم هترجعوا تقولوا زي ما انا بسوي في العيش او الفطير اللي قلت لكم عليه، اللي واخد من الناحيتين فطير على عيش كده، لان انا ما عملتش فيه اي حاجه خالص. انا يا دوبك حاطه الدقيق عليه سمنه عليه زبادي وابدا ان انا اسوي فيه وخلاص كده، ولا في خميره ولا في بيكنج باودر، لا بقلب فيه عادي كده خلاص. حاضر حاضر. طبعا دي حاجه جايباكم من بره. ماشي. فعلا مدي ريحه الفطير قوي. تمام. طيب هنعمل بعض بقى دلوقتي كمان، يعني وانا بسوي كده في الفطير او العيش دوت، هنعمل كيكه بالتفاح. عندنا واحدتين تفاح، هنعمل بيهم كيكه محترمه. يعني عندنا ايه رايكم في الفطير الحلو ده؟ بين الاثنين، من ده على ده، فطير على عيش، عسل، جبنه، اي حاجه، كله حلو. ماشي. عندنا تفاحتين في البيت ومش عارفين كل العيله تاكل، مين ياكل ومين ما ياكلش، مين ياكل ومين يتفرج، فهنعمل بيهم ايه؟ نعمل بيهم كيكايه العيله كلها تاكل والجيران والضيوف وكل الناس بالتفاحتين دول. ماشي. مين ياكل ومين يشم. فعندنا هنا هناخد كوبايتين من الدقيق، تفاحتين، كوبايه الا ربع من الزيت، كوبايه من اللبن، كوبايه من السكر، ثلاث بيضات، معلقه كبيره من البيكنج باودر، فانيليا وقرفه عشان التفاح لما يسمر ما يبانش اصلا. هذه هي النظريه.
خلاص كده. انا بس عايزه اسوي بده عشان ايه، انا عارفه ان مفيش وقت، هبقى اسوي ده في الفاصل، مش خليها بعيد عن النار كده. طبعا في الخلاط المواد السائله، كوبايه الا ربع زيت، كوبايه الا ربع زيت، كوبايه سكر، بسم الله الرحمن الرحيم، كوبايه لبن، ثلاث بيضات، ناخد مكان اللبن هنا، ثلاث بيضات. طبعا احنا يعني في الفواصل عملنا تناقش هنا، كل مره طلعوا لي موضوع شكل، كنا عملنا تناقش في موضوع القايمه، بس شكل الحلقه النهارده مش هنلحق نتكلم في موضوع القايمه النهارده. فانيليا، قرفه معلقه صغيره مش كتير عشان ما تغمقش، ماشي، ابشر تفاح، نبشر التفاح، انا طبعا لازم ابشره في ساعتها، ما ينفعش ابشره من قبليها بقى. ده طبعا لو عندك الخرانه بتاعت التفاح اللي هي المخرومه دي اللي بنقطع بيها نشيل البذر تبقى احسن كتير، علشان يدوك نشيل البذر منها ونبشر على طول، انما كده بقى ايه هيضيقنا شويه. ده كانوا بيتكلموا في القايمه، عايز اقول لكم بس نظريتهم، فايه الشباب الصغير معترض على القايمه، انما بقى اما اجي افكره ان عنده بنات، اللي بقى متجوز بقى وعنده بنات ويجي يعترض معاهم، فاقول له ده انت عندك بنات، لقيت راجع لورا كده فكر في الموضوع. معانا مين؟ معانا حنان، اهلا وسهلا. الو، صباح الخير يا امبراطوريه المطبخ المصري. يا صباح الفل عليكي، ازي حضرتك؟ عامله ايه؟ الحمد لله. الحمد لله، ايه اخبارك؟ الحمد لله تمام، حضرتك عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي، الحمد لله، تأمريني. معلش، الله يخليك يا نوجه، معلش يا نوجه، ممكن بعد اذنك تقولي لي اللبن الرايب وتنزلي لي مقادير العيش تاني وتقولي لي عملتيه ازاي اللي عملتيه من شويه ده؟ ده بالزبادي. بس شويه على المقادير، خلي المقادير شويه على الشاشه، الله يبارك لك عشان اكتب. هي بصي ما فيهاش مقادير خالص. ده انت بتعملي الدقيق بتعجنيه بالزبادي، يعني مثلا لو كوبايتين الدقيق ما فيهاش مقادير، لان كوبايتين الدقيق بحط لهم معلقتين سمنه بس. وتعجنيها بالزبادي، اكتر من كده مفيش. وحطي بقى رشه الملح ورشه السكر وحطها على كل دقيق، اكتر من كده يعني مفيش فيها مقادير. احنا عملنا كوبايتين الدقيق عليهم معلقتين سمنه رشه الملح ورشه السكر وعجناهم بالايه، بالزبادي بس. تسيبيه بقى كده ومقادير معاكي على الشاشه، بس هي مفيهاش حاجه يعني، هي سهله خالص. تمام كده. فبقول لكم بقى على القايمه اللي بنتكلم عليها، اللي ايه واحد يقول لك ده انا فاجئوني بالقايمه ساعه الايه، ساعه كتب الكتاب، فمش عايز ان هو يكتب. طب ده موضوع تاني. حاضر، انا اتكلم لك في موضوع تاني، دي بقى موضوع تاني، بس خلينا النهارده في القايمه بقى، فكرني بالموضوع ده بكره ولا امتى؟ الاسبوع الجاي. ماشي. فطبعا واحد بيحكي لي بيقول لي ماما تدوه قبل الدخلة على طول، ومش عارفه طبعا بقى احرج يعمل ايه، فركش الفرح ولا يعمل ايه بالظبط. قلت له والله هو يخلص نيته لله، وهو طبعا ينوي خير، وان شاء الله مش هيحصل اي مشاكل، وعادي طبيعي اي حد بيمضي قايمه ده عادي جدا. ونيجي بقى للي عندك بنت بقى، انت عندك بنتين، لم نفسك بيعترض. بس لما يجي بقى البنات يكبروا هيبقى هو، حتى لو هو مش عايز يكتب، هو مش عايز لما يحصل مشكله تيجي البنت تقول له ايه انت السبب، انت فرطت في حقي. يعني هي حقيقه، هي مش قيمه ولا طبعا بتيجي على العفش ولا بتيجي على اي حاجه، بس ساعتها بقى بتبقى حاسه عايزه تغيظ جوزها ده، او اللي هي اتخانق معاها باي طريقه، عايز تمسك له اي زله وخلاص، فتبقى ابسط حاجه يا عيني هي قيمتها. فلا عادي، حقها والله، مش عيب خالص، ممكن جدا. ماشي، بصوا كده اهي، واروح حط عليه بقى ايه الدقيق على، والبيكنج باودر ورشه الملح
واقلبهم بقى كده مع بعض. حضرتك انا عملت ايه يعني؟ دوبك بشرت التفاحتين وعليهم على طول الدقيق والبيكنج باودر معلقه كبيره ورشه الملح. انا خلصت خلاص اهو بس كده، هنزل في الخلاط عليهم واصبهم بقى في صينيه انجلش كيك او صينيه عاديه، بس انا بقى قلت اغير شكل الكيكه واعمل لها ايه انجلش كيك اللي هو القالب ده. خلاص انا بقى هقلبها بس كويس كده فيها واروح احطها في القالب ومدخلاها الفرن. تمام. طب ده هطلع فاصل وهوريها لك بعد الفاصل. وفاصل ونواصل على قد الايد. ورجعنا من الفاصل، خلصنا كده العيش خلاص ماشي اهي. طبعا دي الكيكايه اللي صبتها قدامكم بالشكل ده ماشي. اوكي على مهلك على مهلك. ده العيش الفطير، العيش اللي عامل نفسه فطير او الفطير اللي عامل نفسه عيش، يعني زي ما اللي يعجبكم، بس هو ريحته فطير فطير يعني. ماشي. الكيكه دي اللي احنا صبيناها اللي هي عملت من تفاحتين صينيه كيك محترم. ماشي. نحط لها بقى عشان نخلي لونها حلو، نحط لها شويه. دي طبعا دي هتخش الفرن على الرف الوسطاني على 180 درجه. ناخد بقى كده نحط سكر بودره على وشها. ماشي بس كده. وتبرد بقى وتتقطع. واللي عملناه بزيت السندباد عملنا الكوسه المحشيه باللحمه المفرومه وحشوه الكوسه كمان والبصل. يعني عملتها كوسه محشيه كوسه ولحمه مفرومه وبصل. تمام بالشكل ده. ومعانا جبنه حلايب اللي عملنا منها صينيه مكرونه من غير لحمه. مش قلت لي بسرعه؟ طيب. اوكي. حلايب، جبنه حلايب اللي عملنا منها صينيه مكرونه، هي كيس مكرونه مع ربع كيلو من جبنه حلايب. عملنا صينيه مكرونه محترمه جدا. اهي بصوا جامده، بصوا حتى لونها جميل جدا. طيب اقول لكم ماشي. التنويم بتاع كايرو بايتس ان شاء الله كل الشيفات موجوده جمعه والسبت الجايين. انا معادي يوم السبت الساعه 8 اللي حي 8 بالليل، تاني الصبح هروح اعمل الصبح. قلت لي صح ولا بالليل؟ لا، هي كل سفره رايحه جمعه وسبت، وان شاء الله انا معادي السبت الساعه 8 في كايرو بايتس من 5/6 مايو في كايرو فيستيفال سيتي. التذاكر من مكاتب الف 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 الف. مكتبات انا لسه قايلها امبارح، انا نسيت، سوري نسيت. خلاص. وفي رقم هي مكتبات الف اهي. في رقم هيظهر لكم على الشاشه عشان لو تحبوا تستفسروا تجيبوا تذاكر منين، عشان انا مش عارفه مكتبات الف دي فين بالظبط برضو شخصيا، بس انا هروح بلاش. خلاص. طيب الرقم معاكم على الشاشه اهو، وان شاء الله هستناكم الساعه 8 في كايرو فيستيفال ان شاء الله على خير، وكل الشيفات موجوده سبت جمعه وسبت ان شاء الله على خير الجايين. واشوفكم على خير، ويا رب الحلقه تكون عجبتكم وتجربوها كلها. الى اللقاء. We'll be right back.
محتاجه ايه.